الشيطان عدو لا نراه، وهو يرانا ويعرف ويعلم مكامن هذه الأنفس وضعف هذه الأنفس ومن أين تؤتى هذه الأنفس. فالشيطان يعني خبير بهذه النفوس، بكل نفس يدرسها دراسة عميقة، فلا يذهب إلى إنسان قوي الإيمان ويقول له من أول وهلة زني أو كل الربا، أكيد هذه المحاولة فاشلة عنده، هو لا يتطرق إليها من أول وهلة، ولكنه يأتيه من مداخل عدة. فهذا الإنسان يأتيه مثلا من الإعجاب بأعماله، من التكبر على الناس، يأتيه من جهة ماذا؟ أنه يصاب بالرياء من هذه الناحية، ثم يتدرج معه الشيطان شيئا 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 وهكذا. يأتيه من ناحية الإنفاق، إذا كان هذا الإنسان كثير الإنفاق يأتيه وينذره بالفقر، ينذره إنذارا صريحا، إذا وصلت في هذا الطريق أنا أنذرك وأحذرك الفقر، فسيصيبك الفقر كما أصاب فلانا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من عنده وفضلا. فالشيطان يعد، الله تبارك وتعالى يربي الصدقات، يعدك بأن هذه الصدقات تتكاثر والأموال تتنامى بها، الشيطان يحذرك من الإنفاق وينذرك بالفقر، فيأتي إلى هذا الإنسان الذي يعني فك كفه وكف فكه. خير الناس من كف فكه وفك كفه، من كف الفك وفك الكف، وشر الناس من فك فكه وكف كفه. فهذا الشيطان يأتي هذا الإنسان من هذا المدخل. فالشيطان له يعني مخلوق يرانا من حيث لا نراه، فإذا المعركة غير متوازنة غير متكافئة، فهو يرانا ونحن لا نراه، فإذا دائما الغلبة يعني تكون له. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بسلاح سري يعني لا يستطيع أن يقاومه الشيطان. الشيطان يراكم من حيث لا ترونه، أنتم الآن ماذا تفعلون؟ التجئوا بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، احتموا بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، فيتورط الشيطان حينها، لأن الشيطان استغل عدم رؤيتكم له. الآن أنتم استعيذوا بمن لا يراه الشيطان وهو يرى الشيطان، فنستعيذ بالله، فإن الله يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله، فهنا يخنس الشيطان ويخاف، لأن الذي احتمينا به يرى هذا الشيطان ويرى تحركات هذا الشيطان وتصرفات هذا الشيطان، فيخاف ويخنس ويرعوي.